كوتي بادئ اللقاء من اوله، ادي فيجو نجم البرتغالي، وعلى طول الكرات العرضيه ومورينتس في الدقيقه 20. ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطه، ولاس بالماس ال 13 برصيد 29 نقطه، وهذا اللقاء ومورينتس هو جايب 10 اهداف، يبقى ده الهدف رقم 11 ليه، واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء، وكان في فرصه ضايعه من اللاعب اورلاندو للاس بالماس، وادي الفرص تتوالى ومورينتس، ومورينتس في الدقيقه 36. يا سلام يا مورينتس، على طول هنا مورينتس ارتقاء عالي، وفي الدقيقه 36 يجيب الهدف الثالث لريال مدريد وهدفه الثاني في المباراه، ويبقى عنده كده 12 هدف وبيعتلي بقى الهدافين. وادي نفس التحرك فيجو اللي كان الحقيقه صانع اغلب الاهداف، وادي المره دي فيجو لمين؟ لمورينتس، ومورينتس بقى واخد هديه من ناتشو جونزالس. الهدف الرابع في الدقيقه 52، الهدف الرابع في الدقيقه 52، ويبقى كده مورينتس هاتريك، مورينتس كده اصبح هاتريك وعنده 13 هدف في الدوري بعديها على طول بدقيقه برده بدايه الهجمه عن طريق زيدان وفيجو، وزادوا الحقيقه قوه الفريق، وادي عدى من بيكوي والعرضيه، ومين ومين ومين؟ مورينتس، مورينتس في الدقيقه 71 السوبر هاتريك، والراجل بقى راح فين؟ دوروا على مورينتس، مورينتس اهو هنا خلف الاسوار، والجماهير تكاد تفتك بهذا اللاعب لانه النهارده متالق، ويعني يجيب الهدف الرابع ليه في اللقاء، والهدف السادس لريال مدريد، والهدف من صناعه فيجو ايضا، ولكن شوفوا المهاره حاططها حلوه قوي، متالق ريال مدريد.